برا ايه؟ عندنا الفضل عليه من الناس السحرة من الناس السحرة والقائمة بعملية الشعوذة داخل البلاد وخارجها وهذه العدة اللي قدامهم تشوفوا فيها كلها وصخ 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 وهذا هو الساحر واعترف اعترف بصبوغ الله بصبوغ كلام ايوه شو اسمك سجل زين بعدين زين منين يا زين انت توا نيجر توا ان شاء الله وطبعا ساحر ولا زيد ها بقى دقيقه وطبعا تمينا القبض عليه عن طريق تاير من التوار اللي معانا وكان موجود معانا واو قحدانا تعال يا اخي الله أكبر طبعا جابه واستدرجه بالطريقة الخاصة اللي هو شن قلت له كيف قال لك وكيف برنامج قلت له أنا نحس في راحي أني مش مزبوط وبرنامج زي كحاجات زي هي قال لي بناخد منك بندير لك سحر بندير لك حاجة زي هي بناخد منك 1000 جنيه لكن بالنسبة لك أنت كراجل جاي من جهة معينة قال لي من صاحب ربط قال لي لك أنت ب 300 جنيه لكن أعطيني تو فلوس على الأقل ناخد دجاج وناخد بخور عرفت من هذيك الوقت ان انا دجال وعلى شنو لقيته قاعد يا اخونا لقيته قاعد على الله يو يفتح في المصحف وسبعه ما سبعه ويسكر المصحف ويفتح فيه من جديد وشو وتو لما جيتو شنو قال لك قال لما جيت انا تو قال لي مازال ايه طف الضي